يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في هذه الآية أهل التفسير يقول ربنا أما يقضي أمر خلاص ما كان ثاني من يعني على المسلم أو المؤمن أو المؤمنة يعدل فيه، لأنه ربنا قال في آية ثانية: وغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. غضى معناه حكم، ربنا حكم إن العبادة تكون له سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه المستحق جل وعلا، لأنه ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهل التفسير قالوا ليوحدون، أي للتوحيد، منها التوحيد. فكثير من هذه الأمة صرف هذه العبادة للمخلوقين، والمخلوق حتى لو بقى نبي بقى ملك بقى رسول لا يستحق هذه العبادة. العبادة إنما تكون لله عز وجل، تكون لله عز وجل. الليلة اليوم الناس في السودان وغير السودان، في السودان وغير السودان، لكن في السودان بالذات الصوفية صرفوا هذه العبادة لمشايخهم، صرفوها للمشايخ. زي ما قال البرعي: أبوي حسن بكم الفيلكم متحكم. ده قال أبوي حسن متحكم في الكون، متحكم في الكون من يا مسلمين. الله سبحانه وتعالى لو الكلام ده أكان قاعد بين أيدينا أبو جهل لقال الله، لا تقال الله أبو جهل ذات. والله لو بعد أبو جهل هنا، لو ربنا تور أبو جهل وجينا قلنا له الكلام ده حيقول الله، لا أبو جهل، أبو جهل ذات، المشركين جميعا حيقول المتحكم الله سبحانه وتعالى. الجنة كما ذكر أخونا من قبلي، ربنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم، أي المشركين دين، دي المشركين أصليين، أفهم الكلام ده يا صوفي، دي المشركين أصليين 100%، ما تقليد. قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قالوا الله، قالوا الله. يجي الصوفية يقول لك: لا، مازك الكباشي ماسك الجنة. يجي الشيخ البرعي يقول لك: أي الكباشي ماسك الجنة؟ كباشي عنده مجمع بتاع شفع؟ ما يمسك جنة يا كباشي ولا غيره. قال كباشي: كم عد ولد كم حل عقد. وهذه المدايح بنقولها مش نحن يعني متكيفين منها، بنقول عشان تفهم الكلام ده، كلام في كتب ومسطر وفي القنوات والاذاعات. واحد يقول لك: يا اخ ما تفكنا، يا اخ تفكنا، ابوك ما قال الكلام ده. كثير الناس يجي ماشي بها جاي يقول لك: يا اخ علموا الناس الوضوء، علموا الناس الصلاه. صلاه شنو يا دول؟ انت بتنادي غير الله ولا ايام دي موسم حج، موسم حج. في ناس بيمشي جايين له صبيده. اكتبوا لي حجاب من الخراب لخراب، انت ما تحج ولا تتوضا ذاته. ما عندك اي حاجه يا اخ. لابد اول حاجه العقيده الصحيحه، العقيده الصحيحه. وربنا ارسل الانبياء جميعا عشان الموضوع ده، عشان الموضوع ده، ما عشان سكر ولا تومين ولا لا لا، عشان الموضوع ده. افهم الكلام ده؟ افهم الكلام ده؟ جميعا. ربنا قال: ولقد بعثنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ الطاغوت. الطاغوت ده أبوك الشيخ البرعي ذاته. كل من عبد من دون الله ده طاغوت. بقى البرعي صايم ديما، لكن ما كل من عبد الله على أهل العلم غيدوه، لأنه عيسى عليه السلام عبدوا النصارى عليهم من الله ما يستحقون، لكن عيسى كان راضي؟ ما راضي عيسى، معناه وهو راضي لو عبدوه وهو راضي. لأنه في ناس عبدوا الأنبياء، ملائكة ما توا، الأنبياء ما تواغيت، لأنه ما راضين هذا الكلام. وفي الملائكة في ناس عبدوا الملائكة. وربنا قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الملائكة قالوا: سبحانك، سبحانك يا ربنا. ما قالوا، قالوا ما عبدونا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالناس عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين. الجد جد مش صالحين زي ناس البرع صايم ديما، ديل ما صالحين اصلا، ديل اصلا افهموا من الحلقه دي.
افهمها من الحلقة دي، لانه كلامنا ده لا بتلقى في التلفزيون السوداني، لا بتلقى في البصيرة لا في العميانة، ما بتلقاه في إذاعة ما البصيرة، لا عميانة لا بصيرة، ما بتلقى فيها كلام زي ده. ها وإذاعة شنو؟ إذاعة نور، إذاعة نور ده اليوم يا اخ بيتكلموا، جايبين واحد بيتكلم قال نوريكم مميزات الجمل، الجمل بيشرب جيركانة، جيركانتين هذول ما تقوم على حيل الجمل شنو يا؟ ها؟ قال نوريكم مميزات الجمل ساعة كاملة، الجمل لأنه رقبته طويلة وفيه ثلج عالي وما عارف بيرقد كيف يا هذول؟ يا الناس يا اخ بالعوار وقع في الشرك، جمل شنو يا اخ؟ جمل شنو يا اخ؟ ها؟ دي قناة تدعى لها قناة نور، ما تقع محمد الأمين إسماعيل ولا غيره، ها؟ وقناة البصيرة كله زي ما قال ها الشيخ شاي الصباح، شاي المساء، شاي الزلابية، شاي شنو؟ شاي شنو هذا؟ الناس تقرا توحيد، تقرا قنوات، قناة أم درمان والقنوات الثانية دي كلها، كلها القنوات دي كلها حلو، أبدقن وبسروال وكله، كله، ها؟ ما في توحيد، قنوات دي ما فيها توحيد نهائي، لا تلفزيون، ها؟ لا غيره، ها؟ إلا قناة، ها؟ تجي كمان النيل الأزرق دي بتنشر الشرك عديد. جايبين في هذه القناة حفيد الكباشي يقول جد الكباشي يقول للشيء كن فيكون، دي قناة دي قناة، فهذه ده كله كلام باطل. ها هذه الحلقة بتلقى بإذن الله فيها التوحيد الواضح، ها لأنه نحن لا تابعين يا جماعة لا حزب لا طريقة، تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا هذول كلهم بيدعوا لحزبيتهم ولطريقتهم كلها، وربنا قال دي صفات المشركين، دي صفات مش انت مشرك، دي صفات المشركين، ها التحزب والتشرمز والجماعات، ربنا قال لك دي ما في الدين من شيء، ان الذين فرغوا دينهم لست منهم في شيء، ربنا ما منهم، ها وربنا قال ها ولا تكونوا من المشركين، يا تن من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ها فالاحزاب دي ما بتوريك توحيد، كل الناس بيدعوا لشيخ ولطريقتهم، ونحن هنا في هذه الحلقه بتوفيقا من الله سبحانه وتعالى، وندعو الله يكون الكلام ده خالص لله عز وجل، لانه لو ما كان خالص برضه ما ينفعنا، برضه حيكون شنو؟ حيكون ساي، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فالامه هنا في السودان بالذات الواجب على الدعاة، دعاة التوحيد، عرفت كلمة تبلغ الناس وبالدين الواضح، وبالدين بالكلام الواضح الناس يفهموه، في السودان هنا ما في ذول بيعبد فرعون، ما في ذول بيعبد أبو لهب، معروف الناس اللي بيعبدون منه، برعي، صايم ديما، لذير قاب، توريهم ذول الجماعة ذول البازاميون، لأنه الناس عبدوا ذول، عبدوا ذول الناس، فاليوم كثير من الناس يقول لك واحد سلفي عديد عامل فيها سلفي ديقن ومقصر يقول لي يا اخ طوال البرعي طوال صايم ديما وشوف حاجه غيره نشوف منو اذا قلع يعني ما هو ذاك ما في غيره ها لانه انت مرضان ذاتك انت ذاتك ديقن ده مرضان لو ما مرضان ولو عرفت الدين صح تقول لي اذكر البرعي ده في كل ثانيه لانه البرعي ضل الناس ابدقن ذاك خلي غيره ابدقن ذاته لما تذكر البرعي طوالي يقول لك البرعي طوالي يا اخ ما عندكم شغله يا برعي بالله يا سلام ما عندنا شغل على البرعي اصلا شغلتنا ايوه شغلتنا في البرعي وفي انت المتميع ده امر خليه لا البرعي لا غيره ها انت المتميع ذاتك هل ما داير البرعي ده ها ما بدنا خليك لانه في ناس لحد الان يقول لك البرعي ده يا اخ ما بيناتنا عداوه والكلام ده قالوه حتى جماعه انصار السنه منهم شيخ ذات الهديه قال انا بحب البرعي قال انا بحب البرعي عديك لي انا سمعته وشفته صوت وصورة شفته عادي جابوه في قناة ها مقدمه عمر الجدلي قال انا ما عندي عداوة مع الصوفية وبعدين وقال انا بحب الشيخ البرعي وجابوا متحة البرعي والهدية ذاته قاعد جايبين صورة البرعي بي جاي والهدية بي جاي بالله ها ديل التوحيد ديل معقول ها ديل السلفيين ديل السلفيين ديل السلفيين والكلام ده ما قالوا ما ها قالوا زمان عشان كده والله تستغرب لما تلقى دول يدعي السلفيه ويمدح لك الصوفيه والله تستغرب والله بطنك تطم عليه اكثر من الصوفي ليه؟ لانه عارف الصوفي ده مرضان وعارفه بيدعو للشرك وما بيدعي له ما بيشكل له صوفي في صفحه زايد
بشكل له صوفي بجاكومة صوفي كبير دعا للشرك ها بشكره بشكره عشان كذي الإمام مقبل كشف الجماعة دي الزمان ونختم بهذا الكلام الإمام مقبل رحمه الله مقبل ابن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن قال زمان قبل 25 سنة قبل 25 سنة ها زمان أنصار السنة كانوا قوين كان بيسمون أنصار المال وأنصار البدعة طيب لو حضروا اليوم يقول شنو ده زمان زمان كان بيجيب عكاكيز وكان بدقي الراجل ذكر زمان كان بيسمون أنصار المال وأنصار البدعة عشان ما تستغرب أنصار السنة وأنا مدعى لأنه عارف حتى واحد من أنصار السنة قاعدين يبعي لي كده أنا مدعى عارف حتى واحد من أنصار السنة بعي لي كده أنا مستغرب عارف عارف ولقى الطيب ده جنه أنصار السنة جيني أنصار السنة ذات لا لأنه أنصار السنة ما يعود دين ما عندي معهم مشكلة في دين قاعدين أنا شايفهم بيجاي وبيجاي واحد قاعد بيجاي واحد بيجاي واحد ما بعناك أنت لا واحد ثاني قاعدين قاعدين حتى هنا قاعدين واحد تقاعد فيها بيضحك وبيجاي تضحك والله ما بخليك ها فنظر الله أن نرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وقدم الشيخ محي الدين.